النظام ده يوضح الحق. نسمع كمان رأي موجودين. طبعا بس قبل يكون في تقديم معلن فكرة اجت من خلال التخبط اللي عم بصير في الشارع عنا والانقسامات اللي عم تسير سلمة على وجه الفقيرة والطبقة الكادحة اللي اغلبهم العمال. والحمد لله نادينا بهالامر وتم اجتماع اليوم لشباب من العمال من كافة الفئات، وصلنا البيان التأسيسي وتم انتخاب الاعضاء التالي للتنسيق على اجتماع التأسيس الثاني. بيكون في حق وواجب على رب العمل التعويض الصحي للعامل. نؤيد بهذه الخطوة الجبارة ونشجع القائمين عليها، ونحن إن شاء الله سنكون من الداعمين لها وسنعمل معهم يدا بيد لحفظ حقوق العاملين في هذه المدينة الطيبة، وإن شاء الله سنعمل معهم على تحقيق كل متطلباتهم الواجبة والمحقة. مثل ما نقول مؤقت، يعني هو مشروع نظام داخلي ناقش فيه النظام الداخلي بعد 7.5 سنين فشل واجتماعات وكذب وسرقة ونصب واحتيال على الناس. اليوم لحضرت اجتماعي قلبي فتح فيه انه ذكر فيه العامل، وهذا الاجتماع بيضم كل عمال سراخي وكل اهالي سراخي وبيفيد هالبلد. الحين ما ينعقد المؤتمر الناس الثاني قد يكون بعد اسبوع مثلا، لمدة السنة، فمدة نمدد لك فيها سنين، لكن ضمن حدود